انت ما بتفهم يعني انا عم بكبها انت بترجع بتشيلها بدي فضيلك اياها. لعم شو هالناس؟ لك حتى بقاياهم اللي رح يكبوها ما عم يخلوني اكله. لهالدرجة وصلنا؟ لهالدرجة؟ فعلا ما في لا ضمير ولا اخلاق. شو بصير له اذا اكلته؟ شو بصير؟ شو بدي اعمل هلا؟ من وين اجيب لهم اكل لاولادي؟ رح ارجع ادور بلكي لاقي شيء ناكله اليوم نفطره. ما بتفهم شيء؟ ما بتفهم؟ لك مو قلت لك لا تقرب على هدول لا تاكلهم، عيفهم ايدك. امسك. شو هاد؟ شو فيه هاد؟ افتحه وبتعرف شو فيه. شو هاد؟ هذا مو أكل. لا ولك هذا أحسن من 100 أكل. كتر الله خير يا سيدي. هلا الأولاد رح يفرحوا كثير. أولاد؟ يا بنتي تعالي أقولك شوفي شو جبت لكم اليوم رح طعميكم أحسن أكل تفرجي. كل هدول؟ هلا روح بشتري لكم اكل وبشتري لكم ثياب ومنستاجر بيت على الاقل احسن من هالخرابه. شو رايك يا بنتي؟ ايه بابا يا ريت يا ريت. طيب وين اخواتك يا بنتي؟ جوا بابا. نايمين؟ ايه. روحي روحي فيقي بسرعه خليني يلبسوا وانا عم استناكم برا. خلينا نطلع يلا يلا. الله يجزيك الخير يا عبد الحلال. هذا أخي. هذا أنت؟ ايه. كتر خيرك عن المصاري. شو بدك؟ شوفي إن شاء الله ما في شيء. إن شاء الله إن شاء الله ما بدك شيء. يعني شوفي. لا ما في شيء. طمن طمن كل خير. بس أنا وقت شفتك أنت وبنتك حبيت أعزمكم لعندي على الإفطار. شو رأيك؟ لك فوق ما عطيتني المصاري لسه بدك تعزمني على الإفطار؟ لا هيك كتير. إيه بدي أكسبكم على الإفطار. لازم نفطر مع بعض. بس انا عندي اولاد كثير ما بدي اعمل لك سئله. لا عادي بالعكس بنبسط فيهم. جيبهم وتعال معي. الله يجزيك الخير. خلص طيب هلا البوس جهز حالك انا ليكني بالسياره بستناك وهو قدامك. يلا تعالوا. شو قلت لك انا معي ولادي كثير. لا يا اخي لا في شيء واجب. تفضل. ادب يا ولادي ادب يا حبيبي. كل حبيبي كل كل قربوا قربوا يلا. قديش باقي الاذان؟ الله بخير بخير. روح الله يجزيك الخير على هالفطار والله يوفقك يا رب ويرزقك. هلا بنفطر وبعد الفطار في لك شغل كتير حلو معي. مد ايدك مد ايدك يلا قولوا بسم الله عمو. قولوا الله يرزقك يا عمو. شكرا كتير. اذا وصلتوا بالمشاهدة لهون اكتبولنا بالتعليقات سبحان الله
خلينا نذكر الله وتابعوا صفحتنا وضغطوا لايك للفيديو ولا تنسى تشارك الفيديو. إلك ثواب وأجر بهذا الشهر الفضيل.